بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 13. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة يعاتب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب. سماهم الله أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين من المشركين والكفار الذين لا كتاب لهم. فأهل الكتاب خاصة يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، لأنهم أهل علم وأهل معرفة. فإذا تركوا علمهم ومعرفتهم
فإن إثمهم وعقوبتهم تكون أشد، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. قل يا أهل الكتاب، لما بين الله سبحانه في الآيات السابقة صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه وتعالى أن ذلك موجود عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذكر سبحانه أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للعبادة عبادة الله وحده هو هذا البيت، وهم يعلمون ذلك ولكنهم يجحدونه، ويعلمون أن الله أوجب حج هذا البيت على العالمين جميعا من استطاع إليه سبيلا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. لأن من علم الحق ولم يمتثله فقد كفر، فهو كافر وجاحد، حكم عليهم بالكفر. تكفرون بآيات الله، أي بالأدلة الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي عندكم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا بما معهم من الآيات من أجل الحسد والعناد والكبر والعياذ بالله. لما تكفرون؟ أي شيء حملكم على الكفر؟ أي شيء؟ هل هو الجهل؟ أنتم لستم جهالا، تعرفونه كما تعرفون أبناءكم. هل هو الكبر والحسد؟ نعم هو هذا، إنما منعهم الكبر والحسد لهذه الأمة المحمدية. والله شهيد على ما تعملون، إن لبستم على الناس وأخفيتم ما عندكم فإن الله سبحانه وتعالى شهيد يشاهد أعمالكم وأقوالكم تصرفاتكم، لا تخفون عليه. وإن خفي أمركم على الناس ولبستم على الناس وقلتم إن هذا ليس هو النبي الموعود في التوراة والإنجيل، فإن هذا التلبيس لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، والله شهيد على ما تعملون. وهذا معناه الوعيد، الوعيد الشديد لهم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، لأنهم كانوا يصرفون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم،
ويقولون إنه ليس هو النبي الموعود الموجود ذكره في التوراة والإنجيل. فلم يكتفوا بكفرهم في أنفسهم وعنادهم، وإنما حملوا غيرهم وصدوهم عن الحق، فتحملوا إثم أنفسهم وإثم غيرهم ممن صدوه عن الحق وعن سبيل الله، لأنهم كانوا يبثون الشبهات ضد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبثون إنكار بعثة هذا الرسول، ويجحدون نبوته، وينشرون هذا في الناس فيغتروا بذلك الجهال، ويغتروا بذلك من لا علم عنده. وكان الواجب عليهم العكس، بما أنهم علماء ويعرفون الحق، الواجب عليهم أن يدعوا الناس إلى الحق بدل أن يصدوهم، الواجب عليهم أن يدعوا الناس إلى اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوقنون أنه هو الرسول وأنه هو الحق وأنه جاء بالبينات والبراهين والأدلة التي لا شك فيها. فكان الواجب عليهم أن يدعوا إلى اتباعه والإيمان به عملا بما أعطاهم الله من العلم، لكنهم على العكس كفروا هم بأنفسهم وحملوا الناس على الكفر بما يلبسونه من الباطل. لما تصدون؟ أي شيء حملكم على الصد عن سبيل الله والدعوة إلى الكفر والشرك والانصراف عن هذا الرسول الذي بعثه الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ حتى إنهم يحاولون المؤمنين أن يرتدوا عن الإسلام، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فهم يحاولون إخراج الناس من الإسلام إلى الكفر، يحاولون أن يحملوا الناس على الردة. لما تصدون عن سبيل الله من آمن أنه رسول الله وأنه حق اعتمادا على البراهين القاطعة على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا، تبغون الأمر منتكسا معوجا بدل أن كان معتدلا، فهم يريدون أن يغيروا السبيل والطريق ويحرفوه حتى لا يسير الناس على الهدى بدعاياتهم وأباطيلهم تشكيكاتهم. تبغونها عوجا، السبيل التي هي مستقيمة ومعتدلة تريدون أن تغيروها، تجعلوها
معوجة منحرفة. وأنتم شهداء، أنتم شهداء على رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم شهداء على أفعالكم وأنها مخالفة للحق مصادمة للدليل، أنتم تشهدون بهذا، أنتم تشهدون بهذا بلسان الحال أو بلسان المقال، تشهدون أنه على حق وأنكم على باطل، لكن منعكم الكبر والحسد والهوى منعكم عن قبول الحق. وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعيد، هذا وعيد لهم أنهم لا يخفون على الله في تصرفاتهم وضلالهم وإضلالهم، وأن الله سيجازيهم على ذلك لا محالة، فلماذا يتجاهلون هذه الأمور، يتجاهلون أن الله سبحانه مطلع عليهم وأنه شاهد عليهم وأنه ليس بغافل عنهم، وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، والعاقبة سيئة لمن لم يتب إلى الله ويترك هذا الضلال البين ويرجع إلى الحق ويكون مع المسلمين. ثم إنه سبحانه وتعالى حذر المؤمنين لما ذكر فضائح أهل الكتاب في حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر المؤمنين من دسائس اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من العرب أو من العجم، الذين آمنوا بهذا الرسول الله يناديهم محذرا لهم من دسائس اليهود والنصارى، وليس هذا خاصا بمن كانوا في وقت نزول القرآن، بل هذا عام للأمة إلى أن تقوم الساعة، أن المؤمنين يحذرون من كيد اليهود والنصارى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا مقصودهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن تطيعوا فريقا أي طائفة وجماعة، ليس كل أهل الكتاب كذلك، وإنما هو فريق منهم، فريق منهم، تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إذا أطعتموهم وأصغيتم لقولهم ماذا تكون النتيجة؟ يردوكم بعد إيمانكم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين به، كافرين بالله وبرسوله سبحانه، كافرين بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بالهين، الأمر كفر وردة نتيجة لطاعة هذا الفريق من أهل الكتاب. وقد جاء في سبب نزول هذه الآيات
أن الله لما من على المهاجرين لما من على الأنصار من الأوس والخزرج في المدينة، كانوا في الجاهلية متقاتلين متناحرين، وهم جماعة واحدة وأسرة واحدة بنو عم، قبيلة واحدة، هم قبيلة واحدة، ولكن دب الخلاف بينهم بسبب الجهل، فقام ثارت بينهم حروب بين الأوس والخزرج، وطال وقتها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله استجابوا له وآمنوا بالله ورسوله، زالت العداوة التي بينهم وأصبحوا إخوانا متحابين بعد أن كانوا أعداء متقاتلين، وكانوا يجتمعون في المجالس من القبيلين من الأوس والخزرج، يجتمعون ويأنس بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض، ما كأنه صار بينهم حروب في الماضي ولا عداوة في الماضي، لأن الله أزال ذلك بالإسلام وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رجل من اليهود على هذه الحالة الطيبة الحالة الحسنة، رآهم مجتمعين متحابين يجلس بعضهم إلى بعض ويتذاكرون نعمة الله عليهم ويتعلمون أمور دينهم، لما رآهم هذا اليهودي غاضه ذلك، غاضه هذا الاجتماع، فجاء إليهم وهم جالسون وجلس معهم وذكرهم بما كان بينهم من العداوة وما بينهم من الأشعار في الجاهلية، ذكرهم بالثارات التي كانت بينهم، فأثر ذلك فيهم حتى تواعدوا الحرب، تواعدوا القتال بسبب هذا اليهودي الخبيث الماكر. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم وأصلح بينهم، فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي دعاكم إلى الكفر بعد الإيمان؟ وكتاب الله يتلى عليكم وهو القرآن، تتلونه أنتم ويتلى عليكم، وفيكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كيف تتركون هذه النعمة وهذا الاجتماع الطيب وتعودون إلى حالة الجاهلية؟ هذا إنكار من الله عليهم، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله
وفيكم رسوله. فهذا دليل على أنه ما دام هذا القرآن وهذا الكتاب موجودا فإن هذه الأمة لن تنحرف كلها، لن تنحرف كلها، وإن كان ينحرف كثير منها ولكن يبقى من يتمسك بهذا القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما دام القرآن موجودا فإن الأمة لن تضل كلها، بل سيبقى منها من يتمسك بهذا القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فهذا القرآن ضمانة، ضمانة من أن تضل الأمة كلها. والحمد لله. وفيكم رسوله، مع القرآن فيكم الرسول، فاجتمع عندهم الأمران، القرآن والرسول. كيف تتطرق إليهم الضلالة؟ وكيف يستمعون إلى هذا العدو الذي يريد أن يغير هذه النعمة التي هم فيها؟ ولئن مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن باق والحمد لله، ووجوده ولله الحمد بأيدي المسلمين نعمة عظيمة يهديهم الله به من الضلال إلى الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هدى ورحمة. فهذا القرآن نعمة من الله سبحانه على المسلمين. وفيكم رسوله. ثم قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله، يعني يتوكل على الله، من يتوكل على الله ويطلب منه العصمة من الضلال فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. من يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويلجأ إليه فإن الأعداء لن يضروه، فإن الأعداء لن يضروه. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله والتوكل عليه هداية إلى الصراط الطريق المستقيم المعتدل. فعلى المسلم أن يعتصم بالله ويتوكل على الله ولا يلتفت إلى الشبهات وإلى الفتن والضلالات، بل عليه أن يلجأ إلى الله ويعتصم بالله فإنه يهدى إلى صراط مستقيم. أما من لم يعتصم بالله عند الفتن والضلالات فإنه ينحرف ويهلك ويضل الصراط المستقيم. ما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر من الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا عذابه وغضبه سبحانه وتعالى، اتخذوا وقاية تقيكم من غضب الله وعذابه. ما هي الوقاية؟ هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقي من عذاب الله
لا يقي إلا الإيمان بالله وطاعة الله وطاعة رسوله بفعل أوامره وترك نواهيه. ما لا يقي من العذاب والغضب إلا هذا الشيء، لا يقي منه الحصون والدروع والجنود والأموال والأولاد والقوة، لا يقي من عذاب الله وغضبه إلا التقوى التي هي فعل أوامر الله ترك نواهيه. اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، حق تقاته كما فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق تقاته سبحانه وتعالى. لكن هل أحد يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ هذا أمر صعب. لكن في الآية الأخرى ما يبين المطلوب، وهو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته، لا يكلف الله نفسا. فالآية الأخرى مبينة لهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، لأن من مات على غير الإسلام فهو من أهل النار، ومن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. لكن هل الإنسان يملك أنه يموت على الإسلام أو هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيد الله وبتوفيق الله، لكن على الإنسان السبب، أن يفعل السبب، أن يعمل بطاعة الله في حياته ويترك معصية الله في حياته، حتى إذا جاءه الموت إذا هو مسلم، إذا هو على الإسلام. فإذا تسبب الإنسان وفعل الطاعات، ترك المنكرات في حياته وفي حال صحته، فإن الله سبحانه يوفقه لحسن الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. أما من ضيع حياته باللهو واللعب والغفلة والمعاصي فهذا سبب لأن يموت على غير الإسلام، هذا سبب لأن يموت على غير الإسلام. فعلى المسلم أن يفعل السبب، وعلى الله التوفيق سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه في حال حياتكم وصحتكم، حتى إذا جاءكم الموت إذا أنتم على الإسلام. ولا تتركوا هذا الطريق إلى المعاصي وإلى الذنوب والسيئات والغفلة والإعراض فيأتيكم الموت وأنتم على هذه الحالة السيئة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال جل وعلا واعتصموا
وصايا بعضها بعد بعض، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا أي تمسكوا، تمسكوا بحبل الله وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهما، اعتصموا بهما، الجأوا إليهما من أجل أن تأمنوا من الضلال. اعتصموا بحبل الله جميعا جميعا، هذا نهي عن التفرق، فالأمة مأمورة بالاجتماع على طاعة الله سبحانه، منهي عن التفرق والاختلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يعتصم بعضكم ويترك البعض الآخر الاعتصام، بل كونوا جميعا معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ضمان من التفرق والاختلاف. إنما يأتي الاختلاف والتفرق إذا قل التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد النجاة يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، ويحذر من الفتن والصوارف والمهلكات. اعتصموا بحبل الله جميعا كلكم، لا بعضكم. ولا ثم قال ولا تفرقوا، بعد أن أمر بالاجتماع نهى عن ضده وهو التفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال جل وعلا مذكرا المسلمين النعمة التي أنعمها عليهم بالإسلام واجتماع القلوب واجتماع الكلمة، بعد أن كانوا في الجاهلية كانوا متقاتلين متناحرين مختلفين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم، لم يقل ألف بين أبدانكم، لا، ألف بين قلوبكم، لأن المدار على القلوب، فإذا تصافت القلوب وتوادت اجتمعت الأبدان، المدار على القلوب، فألف بين قلوبكم بالمحبة بعد البغضة والشحنة التي كانت بينكم، فأصبحتم أي تحولتم من حالة سيئة إلى حالة حسنة، فأصبحتم بنعمته إخوانا بدل أن كنتم أعداء، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، كانوا وقت الاختلاف في الجاهلية على طرف النار قريبين من النار والعياذ بالله، بعيدين عن الجنة، كنتم على شفا حفرة، طرف، على طرف، على هاوية، على طرف الهاوية، على شفا حفرة من النار، فأنقذكم منها، أنقذكم الله من هذه الحفرة من النار، أنقذكم منها إلى الحق، إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الأخوة، إلى الاعتصام بحبل الله، إلى التآخي، تراحم، فأنقذكم منها بأن هداكم بعد الضلالة، وعلمكم بعد الجهالة، وجمع بين قلوبكم، وأغناكم بعد العيلة. هذا كل فضل من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا تحت ظل الإسلام. هذه النعم إنما تحصل تحت ظل الإسلام والشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى.
كذلك يبين الله لكم آياته، يذكركم سبحانه وتعالى، يذكركم ويبين لكم حالتكم في الجاهلية وحالتكم في الإسلام. وهذا الاجتماع، هذا الاجتماع القوي بعد التفرق، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. هو الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بينها، ليس الذي يجمع بين القلوب هو الطمع والمال، لا الذي يجمع بينها هو الله إذا رزقها الإيمان. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم رجاء أن تهتدوا بآيات الله، لأن آيات الله فيها الهدى وفيها النور، والله بينها لنا من أجل أن نهتدي بها من الضلالة. فلا يهدي من الضلال إلا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هي التي تهدي الناس من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان. أي كلام غير القرآن والسنة لا يجمع الناس أبدا، إنما يجمع بينهم الكتاب والسنة التي جعلها الله جامعة بين القلوب والأبدان. ثم قال جل وعلا موصيا عباده المؤمنين: ولتكن منكم أمة توجد، التكن يعني لتوجد منكم أمة أي جماعة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمور هي علاج للاختلاف والتفرق، فإذا قام في الأمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتعدت عنها الآفات التي تفرقها وتشتتها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والمراد بالخير كلمة عامة تجمع كل خير وصلاح وهدى دنيا والآخرة، يدعون إلى الخير، إلى طاعة الله وطاعة رسوله، إلى المحبة بين المسلمين، إلى التآلف، إلى التعاون على البر والتقوى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن يوجد هذا في المسلمين، لا بد أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاعت الأمة وتشتتت. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر. الناس وإن كانوا مسلمين وإن كانوا مؤمنين يوجد فيهم الكسلان، يوجد فيهم العاصي، يوجد فيهم من عنده هوى، يوجد عندهم أمور وإن كانوا مسلمين، فلا علاج لها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تقوم الأمة ويتم أمرها ويبتعد عنها الشر إلا إذا وجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين،
وإن تركهما الكل أثموا كلهم، فلا بد أن توجد جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتولون الحسبة ويقومون بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر بشيئين: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يجمع الأمة ويطرد عنها الشر والتفرق والاختلاف. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم المفلحون وحدهم. فدل على أن الذي لا يدعو إلى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أنه ليس من أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك الذين هذه صفاتهم أنهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم وحدهم المفلحون دون سواهم. والفلاح ضد الخسار، الفلاح ضد الخسار والهلاك. ثم قال جل وعلا ناهيا عباده: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهى سبحانه عن التفرق، التفرق في القلوب والأبدان والاختلاف في القلوب. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، التفرق والاختلاف آفتان من آفات المجتمع، والمسلمون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لا يجوز فيها التفرق والاختلاف. المسلم للمسلم كالبنيان شد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه صفة المؤمنين، لا تفرق بينهم ولا اختلاف بينهم. وإن وجد اختلاف فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فينحل الخلاف ويزول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الخلاف يحصل، طبيعة البشر الخلاف يحصل، لكن لا نستمر على الاختلاف، بل نحسمه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما تفرقوا عن جهل أو اختلفوا عن جهل، إنما اختلفوا عن علم بعدما جاءهم البينات، جاءهم القرآن والسنة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مبرر للاختلاف والتفرق، ولا مبرر للبقاء على الاختلاف والتفرق إذا حصل، بل يحسم ذلك
بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك أي الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم، عقوبة لهم، لا يعلم شدة هذا العذاب إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم عصوا الله على بصيرة، على علم، من بعد ما جاءهم البينات. فكان الواجب عليهم أن يرجعوا إلى البينات إذا اختلفوا، أن يحسموا النزاع والخلاف بينهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، نسأل الله العافية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ما هو السبب؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. السبب أنهم كفروا بعد إيمانهم وتركوا الكتاب والسنة ولجوا في طغيانهم، يوم القيامة تسود وجوههم والعياذ بالله. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الذين ابيضت وجوههم وهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، دعوا إلى الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يوم القيامة تبيض وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي الجنة، في رحمة الله أي الجنة هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله بيناته وحججه، قرآنه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نتلوها عليك بالحق، نتلوها بواسطة جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه وقرأه عليه، فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الله سبحانه إنما يجزي الناس على أعمالهم، لا يجزيهم على غير أعمالهم، لا يجزي الناس إلا بأعمالهم، لأنه لو جازاهم على غير أعمالهم صار ظالما، والله جل وعلا منزه عن الظلم. وما الله يريد ظلما للعالمين، بل الله جل وعلا يريد الرحمة بالعالمين ويريد العدل ويريد الخير للعالمين، لكن هم الذين يحرمون أنفسهم ويعرضون عن الحق وعن دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا وخلقا، كلهم لله سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، ضالهم ومهتديهم، كتابيهم وأميهم، كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن ملكه، وما داموا في ملكه فإن الله يتولى جزاءهم، المحسن يجازيه بإحسانه والمسيء يجازيه بإساءته. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. في يوم القيامة ترد كل الأمور إلى الله، يحكم بين الناس، يرجع إليه المؤمن ويرجع إليه الكافر ويرجع إليه المنافق ويرجع إليه كل إنسان، لا يفلت أحد من لقاء الله سبحانه وتعالى.
لا أحد يتخلف عن لقاء الله، كلهم يلقون الله سبحانه وتعالى، المؤمنون والكافرون. وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن إذا تذكر أنه سيرجع إلى الله اطمأن وازداد من الأعمال الصالحة، والكافر إذا تذكر أنه راجع إلى الله تاب إلى الله من الكفر والنفاق. فهذا تذكير من الله جل وعلا بأن العالم يرجعون إليه يوم القيامة، فعليكم أن تستعدوا لذلك بالإيمان بالله وبرسوله والتمسك بكتابه والاجتماع وعدم التفرق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نريد من سماحتكم أن تبينوا فضل الصحابة رضوان الله عليهم بشكل مختصر، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الصحابة رضي الله عنهم هم خير قرون الأمة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتعلموا منه ونقلوا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، فهم سادة الأمة وهم أفضل القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة هم خير هذه الأمة وهم سلفها وهم القدوة، قد أثنى الله عليهم ومدحهم في آيات كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء صحابة رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهم صحابة رسول الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. يقول: اشتريت بيتا بالأقساط ودفعت من القيمة 10%، وأعطاني عقد البيع، ثم بعد ذلك بعت هذا البيت لشخص آخر بالأقساط علما بأني لم أستلم أو لم أسدد سوى 10% من الأقساط، فهل يجوز هذا البيع بهذه الصيغة ويعطى العقد للمشتري؟ البيت ملكك ما دام اشتريته اشتراء صحيحا بثمن مقسط على أقساط صار ملكا لك، يجوز لك بيعه، إلا إذا كان مرهونا. إذا كان مرهونا للبائع فلا يجوز لك بيعه، أما إذا لم يكن عليه رهن فلا بأس أن تبيعه بثمن حال أو بثمن مؤجل. نعم.
هل يجوز قيام الليل جماعة في الحرم بعد الأذان الأول هذه الأيام؟ لا بأس بذلك، يجوز أن تقوم الليل بالمسكن، وهذا أفضل أن تقوم الليل بمسكنك في بيتك، وإن قمت في الحرم فلا بأس بذلك. نعم. يقول: جئت من اليمن إلى المملكة مشيا على الأقدام، وفي الطريق أغمي علي وأدخلت المستشفى، وطلب مني المستشفى مبلغا من المال وأنا لا أملك هذا المبلغ، وهربت من المستشفى ولم أدفع، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، المبلغ هذا دين في ذمتك، فإذا حصلته، إذا حصلت هذا المبلغ فاذهب إلى المستشفى وادفع له هذا المبلغ. نعم. يقول: هل توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها سيئة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، لم يستثني منها شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول السائلة: المرأة إذا اعتمرت عن نفسها هل يجوز لها أن تعتمر عن أمها الميتة؟ لا بأس بذلك، إذا اعتمر الإنسان عن نفسه فلا بأس أن يعتمر عن غيره، وأن يحج عن غيره إذا حج عن نفسه. نعم. هل صحيح أن هناك فتوى تجيز للحائض أن تجلس في توسعة الملك فهد لأن ذلك المكان ليس جزءا من الحرم؟ المسجد كله لا يجوز للحائض أن تجلس فيه بزياداته، لا تجلس فيه بزياداته، كل ما هو داخل أبواب المسجد فإنه من المسجد، لا يجوز لها أن تدخل فيه، أن تجلس فيه. أما مجرد الدخول تمر على المسجد ثم تخرج لا بأس بذلك، كأن يكون لها حاجة أو تريد شخصا في المسجد أو تريد أن تسأل أهل العلم في المسجد لا بأس أن تدخل، لكنها لا تجلس. نعم، بل تنهي حاجتها وتخرج.